بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة مستمعون، سبق معنا في الدرس الأول التحدث عن طائفة من أقسام الناس في الصيام، وفي هذا اللقاء نستكمل بعض أقسام أو المتبقي من أقسام الناس في أحكام الصيام. فمن هؤلاء طائفة أخرى لهم أحكام في الصيام، وهم أولا المسافر. المسافر له أحكام، أولا لا بد أن يكون هذا المسافر لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ، فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت، ما دام مسافرا سفرا شرعيا مباحا ليس فيه معصية وليس تحايلا على الفطر، وليس تحايلا على فطر، وسواء كان سفره طارئا لغرض أو كان مستمرا، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وفي سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. فالمسافر إذا كان يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر أو من أجل ظروف السفر بأي كان ظرف كان، فإنه له أن يؤخره إلى الوقت الذي يستطيع فيه القضاء، لكن لا يجوز منه التأخير تأخيرا يضايقه إلى وقت رمضان الثاني. والأفضل بالمسافر أن يعمل ويأخذ بالأفضل، والأفضل بالمسافر أن يفعل الأسهل له من الصيام أو الفطر. فإن تساويا هذا المسافر الفطر والصوم عنده سواء، كلها سهلة ولله الحمد، فما هو الأفضل في حقه؟ فالأفضل في حقه الصوم، إذا تساويا فالأفضل في حقه الصوم، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى إذا بلغ كراع الغميم، وهو موضع قريب من مكة، فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب
فشرب منه والناس ينظرون إليه، رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس، فأبوا، فقال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس. وما كان يريد أن يشرب صلوات الله وسلامه عليه، لكن رأفة ورحمة بأصحابه. وصدق الله إذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. ففي حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أولئك العصاة، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جابر أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده، أي لا يجوز له أن يترخص برخصة السفر إلا بعد أن يغادر بنيان بلده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترخص إلا برخص السفر إلا إذا غادر بنيان البلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى إذا بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر الناس معه. وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران، هذا هو كراع الغميم. فأفطر صلى الله عليه وسلم شفقة ورأفة بأصحابه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكما لا يخفى، من أفطر يوما من رمضان لعذر وجب عليه قضاؤه، وسيأتي أحكام القضاء إن شاء الله. وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الأقرب للحق والصواب، والله أعلم. وهناك من قال لا يجب، ولكن القول الأشهر والقول الأصح هو القول الأول، وهو وجوب الإمساك. ومن قال لا يجب عليه أن يمسك قال: لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه، وحرمة الزمان قد زالت بفطره المباح له
أو أول النهار ظاهرا وباطنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره. وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر، فيساء به الظن أو يقتدى به. الشاهد أنه على أن المسألة على قولين، ولكن الأفضل أن يمسك احتراما لحرمة الشهر، احتراما لحرمة الشهر ولزوال العذر المبيح للفطر، والله أعلم. القسم السابع: المريض الذي يرجى برؤه. تكلمنا في القسم الأول عن المريض الذي لا يرجى برؤه، وذكرنا بأنه تكلمنا في الدرس الأول عن المريض الذي لا يرجى برؤه، وذكرنا أنه يطعم لأنه عاقل ولكنه عاجز عن الصيام للمرض. هنا نتكلم عن المريض الذي يرجى برؤه، وله ثلاث حالات. هذا المريض الذي يرجى برء مرضه له ثلاث حالات: أحدها ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر، لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. فهذا الذي عنده بعض المرض والتعب ولكن الصوم لا يؤثر عليه ولا يشق عليه ولا يضره، فإنه يجب عليه الصوم، فإنه يجب عليه الصوم، وهذا المرض لا يعذر به. الحالة الثانية للمريض أن يشق عليه الصوم ولكن لا يضره، أن يشق عليه الصوم ولكنه لا يلحقه ضرر، فيفطر لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره له الصوم مع المشقة، ويكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى، وتعذيب لنفسه وتكليف لنفسه. وفي الحديث: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. فمن كان يلحقه مشقة فالأفضل في حقه أن يفطر، يلحقه مشقة دون ضرر فالأفضل في حقه أن يفطر، ولكن إن صام فإن صومه صحيح وأجره على الله. الحالة الثالثة من حالات المريض الذي يرجى برؤه أن يضره الصوم مع المشقة، فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا الذي يشق عليه الصوم أو الذي يضره الصيام فإنه يجب عليه الفطر حتى لا يكون الصوم سببا لهلكته، ويكون هنا قد عرض نفسه للهلكة وقتل نفسه بهذه العبادة، فلا يجوز منه ذلك للنهي الذي ورد في القرآن الكريم بعدم قتل النفس أو إلقائها إلى التهلكة، كما سمعتم الآيتين الكريمتين. ولقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه وتعالى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم. قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا. وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر وهو المرض. وإذا برئ في نهار رمضان
وهو مفطر، ولم إذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار كما هو الحال بالنسبة للمسافر. والصوم لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ هذا أيضا فيه الخلاف بين العلماء فيما كما سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. والأفضل كما أسلفنا وهو الأقرب إن شاء الله للصواب أن يمسك بقية يومه إذا قدم وهو إذا برئ من مرضه في أثناء يومه. وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه جاز له أن يفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي، انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر. وإن كان لا يرجى زواله فحكمه حكم الخامس المريض الذي يفطر ويطعم، عن كل يوم مسكينا لعجزه عن الصيام بسبب استمرار المرض. وذكرنا أنه إذا ثبت بالطب أيا كان الذي يقرره سواء كان الطبيب مسلما أو كافرا فإنه يؤخذ بقوله في وضع المريض مع الصيام، والله أعلم. القسم الثامن من أقسام الصيام الحائض، فالحائض يحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان العقل، فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة إذا ظهر الحيض منها وهي صائمة، ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم ذلك اليوم كاملا ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا، فقضاؤه تطوع لا واجب. وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف العلماء السابق في المسافر إذا قدم مفطرا. وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصيام. ليس هناك ما يمنعها من الصيام فوجب عليها الصيام، ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. فيصح صومها كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يصح صوم، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر، فقد طلع عليه الفجر ولزمه الإمساك للصيام وهو جنب، ثم يغتسل بعد ذلك قبل صلاة الفجر. فالصيام صحيح للجنب ومثله الاحتلام. فلو أن إنسانا احتلم في أثناء نهار رمضان فصومه صحيح ويجب عليه الغسل، كما سيأتي إن شاء الله
في أحكام الناس، في أحكام المفطرات للصيام. والنفس كالحائض أيضا في جميع ما تقدم، فإذا نفست قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صوم ذلك اليوم ووجب عليها قضاؤه. وإذا طهرت من النفاس قبل طلوع الفجر وجب عليها الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ويجب عليهما الحائض والنفساء القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن أحكام النفساء أنها لربما تطهر قبل تمام الأربعين، فإذا رأت الطهر قبل تمام الأربعين يوما للنفاس وجب عليها أن تغتسل وأن تصوم وأن تصلي، وجب عليها أن تصوم وأن تصلي. فلو عاودها الدم في أثناء الأربعين وجب عليها ترك الصيام والصلاة، لكن لو رأت الدم بعد الأربعين فينظر، إن كان دم حيض وافق أيام عادتها وجب عليها أن تدع الصلاة والصيام، وإن لم يكن وافق دم دورتها وحيضها وجب عليها الصيام، وجب عليها الاغتسال والصيام والصلاة، ولكن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها لأنها تعتبر في حكم من استدام حدثه. ومن الأقسام أيضا أقسام الناس، القسم التاسع المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ. لكن ينبغي أن تدرك المسلمة أنه ليس لها أن تقرر الخوف من تلقاء نفسها، إنما إذا تيقنت أن هناك ضرر يلحقها في نفسها أو على جنينها بسبب الرضاعة أو الحمل. أما أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها دون أن يكون الأمر جدي ودون أن يكون متحقق فلا يصح منها الفطر ولا يجوز، وهي آثمة إذا أفطرت بسبب هذا المبرر الذي غير متحقق، والله أعلم. ومن الأقسام القسم العاشر من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره أو دفع ضرر عن غيره، كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه من هذه الحوادث التي يعلم أن هذا الإنسان المعصوم سيلحقه هلكة يقينا ولا يستطيع أن ينقذه منها إلا بالتقوي عليه، أي على الإنقاذ إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب، جاز له الفطر، بل وجب عليه الفطر حينئذ لأنه إنقاذ المعصوم من الهلكة، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطره، ويلزمه قضاء ما أفطره. فإذا كان يعلم أن هذا الإنسان المعصوم في حريق أو غريق أو في هدم ولا يستطيع أن ينقذه من هذه الحالة، لا يستطيع أن يخرجه من هذا المنزل المتهدم أو من هذا البحر أو من هذا الحريق إلا أن يفطر، فإنه يجب عليه وجوبا الفطر لإنقاذ هذا المسلم أو هذا المعصوم، ولو كان غير مسلم أو لم يكن مسلما، فإنه يجب عليه أن يسعى لإنقاذه ما دام قادر على إنقاذه، ولو أدى ذلك
إلى فطره ليتقوى على إفطاره. وكل من جاز له الفطر بسبب ما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. أما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه، وإلا ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر، أن الفطر جائز بدون عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع إلى إبراء الذمة، ويجوز تأخيره، إلا أنه لا يجوز منه أن يؤخره إلى قريب رمضان الثاني، وإنما عليه أن يبادر إلى القضاء قبل أن يدركه رمضان الثاني. فإن أدركه رمضان الثاني بدون عذر، دون أن يقضي بدون عذر، فإنه يجب عليه القضاء بعد رمضان، ويطعم عن كل يوم مسكينا لتأخره عن القضاء حتى أدركه رمضان الثاني. فإن كان قد أمكنه الصيام ولكنه لم يصم لتكاسله، ثم قدر الله تعالى عليه الوفاة وقد كان قادرا على أن يصوم ولم يصم، وجب على وليه أن يصوم عنه، وليه وهو قريبه من وارث أو نحوه، وجب عليه أن يصوم عنه بعدد الأيام التي أخرها ولم يصم عنها، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام، أي أنه يجوز أن يصوم شخص واحد من أقربائه عدد أيام التي عليه، أو يجتمع جماعة ويصومون يوما واحدا، وهؤلاء الجماعة بعدد أيام التي على هذا المتوفى. قال الحسن رضي الله عنه ورحمه: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. فإن لم يكن له ولي أو كان وليه لا يريد الصيام فإنه يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي أفطرها وقد تمكن من قضائها ولم يصم بمقدار نصف كيلو ونصف من الأرز عن كل يوم، أو أن يطعم بعدد المساكين طعاما يصنعه المساكين بعدد الأيام، والله أعلم. هذه أقسام الناس في الصيام. نسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.